السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نكمل ديابلو مورتر. آخر مرة قتلت الحارس الضخم مال البوابة قتلناه، اليوم نشوف اللعبة وين راح تاخذنا. هذا البطل اللي ألعب بيه، طبعا قلنا أبطال يعني أكثر من بطل فيها، اختار واحد منهم ولعب. اللي ما شاف شو اسمه يقدر يرجع للحلقات الأولى ويعرف الطريقة شلون اختيار البطل. هذا الحارس البوابة كان هنا وكتلناه. يقول هذا ما حد منين جاني صراحة، صار بيعي يلعب. يقول navigating to blacksmith. اوكي راح نروح للحد هذا نشوفه شو يقول. اولا راح ناخذ هاي شوف شنو find party نختار. اوكي طبعا قتلنا مثل ما قلت قتلنا حارس البوابة الكبير. الوقت هذا لجانبنا وجدت غرض روح الملكة موجودة في الأوريك. يقول لدينا القوة للحكم عبر الأموات. الأرواح هي المفاتيح تقول. الله يستر الأرواح مفاتيح. طيب The Auric's throne lies somewhere in this haunted realm. It's time to put his wretched soul back to rest. يقول ياركس موجود بهاي غرفة الصيد، حاول العثور عليه. هذا اللي يذب علي ما ادري شنو. شوفوا هذا افتك منه، تكيت من الان. دخيل انا راح اتعامل وياه. منو هذا؟ اوه شوف شو سوي هذا، شو سوي هذا. راح العبك تلعب. شنو هاي اللاكت؟ ما ادري شنو لاحقتني هاي.
become well again. الساعة وجدتني. بغى بس هو بوحده. تعال خلي فلشك. تعال وينك؟ تعال انتقام لي. يقول عانينا ألم نعاني كفاية. أخربطك تخربط. طيب وين نروح الآن؟ ليش البوابة عبرتها طبعا جابتني منها. ليش ذا كانتري يارد جيت؟ أروح للبوابة. بابا مال الريف. طيب شنو هذولا؟ هل شو want to leave؟ لا هذا هذا دمرني. هذا دمروا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا جو القاع. طيب سيطلع هذا جوا.
اوف شوف هذا شو يسوي. تعالوا يلا تعالوا 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 خلص. فيران هاي شنو؟ فيران مدري شنو هاي الصغيرة. تعال انت تعال. بعدين اتفرغ لك انت. اتفرغ لك بعدين. خل اخلص من دولة واقول لك اطلع. هذا حارس باب ثاني. ارجع دمي شوي. راح اروح له. هذه شنو عندك؟ صواريخ موجهة؟ لا 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 وين طلعوا ذولا بعد؟ هذا البورشن مال الشفاء. موت موت ولك موت موت ذبحتني. ذبحني ما يموت. موت اكلتك اكلتك لوثر شو اسمه. موت فتحنا البوابة. كان هذا اللي عندنا اليوم حبايبي. ما اريد ادش البوابة الجديدة. امل انكم استمتعتوا وياي. لقانا يتجدد ان شاء الله مرة ثانية. هذا اخوكم ماجد في امان الله.